هيوحشني بالشكل ده. طيب ما انا ممكن اقول لنادر واكيد هلاقي طريقه تقابلوا بيها بعض. طب عشان خاطري قولي له، وانا برضو حاسه ان انا محتاجاه قوي. وانت كمان يا دينا ما تبعديش عني، انا خلاص ما بقاليش حد غيرك. يا حبيبتي كلميني انا في اي وقت، بس طول ما محمد هيبقى في البيت هبقى قافله التليفون ده عشان بس ما اعرفوش. يا هيدا ماشي خلاص. انا نازله اشوف اكل عيش. بقول لك ايه، مطرح ما احطك ارجع الاقيكي، انا مش ناقصه مخمضه وراكي وانت دايره ترمحي يمين وشمال. مخضمت ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك ايه؟ ما تكلمينيش بالطريقه دي خالص، ولا اقول لك ما تكلمينيش من اصله، انا مش طايقه اشوفك، انا مش طايقه نفسي اصلا. بصي انت واضح انك ما تعرفيش بتكلمي مين. ما خلاص بقى يا انسه كوري، ما ينصحش كده. انسه؟ انسه مني يا اختي؟ صلح اللي هيشفع فيك. بقول لك ايه؟ عقلي صاحبتك احسن، اقسم بالله العظيم ارجعها لكم لا تنفع طبله ولا طاق. الانسه ايه؟ ايه ده ان شاء الله تعملي حوار في التلفزيون؟ لا لا انا خلاص، انا خلاص، انا مش هقعد في المكان ده تاني، انا عايزه امشي معاكي فورا. انا مش فاهمه البت يعني كوريا بتعمل كده ليه؟ هتاكل البيت وهتطفشها، اعوذ بالله من نسويه. اهي بلاوي بتشيل بلاوي، ربنا يهلك الظالمين بالظالمين. ايوه يا اختي، ويطلعنا منهم زي الشعره من العجين. اما اطلع اشوف في ايه. انت واحده مقرفه وبيئه وشرشوحه. انت لو عندي في البيت انا استحاله اشغلك شغاله تمسحي البلاط باخلاقك المعفنه وبمنظرك ده. انا عندي استعداد اتحبس 100 سنه مع المجرمين وقتالين القتله، ولا اقعد يوم واحد معاكي. انا تشغليني عندك شغاله يا بنتي يا برده يا سيد غنتي؟ بقول لك ايه، استبحي بيومك اللي زي وشك ده، بدل ما اقسم بالله اعملها معاكي اندمك على شبابك بقيه عمري. عاوزه تغوري من انا ازحي وانت ساكت. انا هزح ومش عايزه اشوف وشك تاني يا كوريا. يلا يا دينا. تعالي يا بنتي يا كوريا، سيبي البنت الغلبانه ده هي في حالها. يا شيخه انت بتعملي فيها كده ليه؟ ما تزعليش وما تخافيش، البنت كوريا ده هي بنت غلبانه وطيبه، والله قلبها زي اللبن الحليب، هي تطلع 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 وتنزل تنزل تنزل على ما فيش، قلبها ابيض وزي الفل. تعالي يا حبيبتي اقعدي معايا تحت في التقفيصه بتاعتي، نشرب كوبايتين شاي وبعدين بعد كده نطلع نتفاهم معاها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. لا اصلا يطلعها وينزلها يا ام سوكا، انا هاخدها عندي هي وصاحبتها الحلوه دي واعمل لها شوب عنبي يروق دمها. اصل خناقه كوريا دي مش بالساهل، اساليني انا يا اختي. سيبيني استنى حالك، سيبيني خليني اتفاهم مع البنت وافهم. يا رايك ايه انتوا؟ هو انتوا ايه غربان مستنيين اللي تحدفوا الحدايه؟ لم فينك يا كوريا؟ لا حد خبط لك على باب ولا دخل لك شقه يا حبيبتي، احنا قلقنا من الصوت العالي والترزيع فخوفنا للبيت المنيل ده يقع على دماغنا. قابلنا ست كتكوده في وشنا فلميناها. خارجه نفسها ريشك علينا ليه؟ ده بدل ما تشكرينا. وانت مالك يا برده؟ انا وبنت خالتي وبنقطع في بعضينا مصارين كده وبنتعارك في قلب بعض. انت ايه اللي حصلك يا ولية يا تاني؟ ما تتلمي يا بنتي يا كوريا، ما تتلمي يا بنت. جرى ايه؟ هيجي علينا كده ليه يا اختي؟ اتلمي يا بنت اتلمي. كل الحكاية انا اخد الستتين الحلوين ده هم نقعد عند البنت نوال نشرب كوبايتين عناب نروق دمهم ودمنا، فيها ايه دي بقى ان شاء الله؟ عناب؟ نشوفه في خرجتك انت وهي قادرة يا كريم. شوفي قلة الأدب. خش يا بنت عليكي خرجتي يا دي البنت اخسى عليكي. شفتي يا بنتي يا نوال قلة الأدب بتاعت البت كوريا؟ تعالي يا بنت نشرب كوبايتين العناب. إن شاء الله تنشقوا انتوا الجود في معاميع مصارين قلبكم. استنى استنى. أيوه أيوه أيوه، حاجة في حاجة في حاجة في حاجة. رخص. كيف يعني يا باشا؟ رخص. اتفضل يا باشا. انت مشغل العربيه في غير الغرض المخصص ليها ليه؟ انا هجي لك سكه طوال يا بيه، معلش يعني ما تاخذنيش، الناس بقت تعبانه كلها مخنوقه مش لاقيين حتى يشتروا رغيف العيش، وانا ورايا يا بيه بجاج ما يشدهاش سداد. بعد اذنك يا امي انزلي اركبك عربيه ثانيه. حرام عليك يا ابني، سيبه يسترزق، انا لا قادر انزل ولا اطلع. معلش يا امي انزلي بعد اذنك وانت اركن لي على جنب هنا. حاضر يا باشا حاضر ماشي حاضر. انا هنزل اجيب لك الرخص يا ابني. انزلي انزلي. ايوه يا كوريا. ايوه ايوه زفت ايه؟ الله يسامحك يا خلع اللي بتعمله فيا. بقول لك ايه؟ انت لو ما جيتش خدت البلوه المساحه اللي انت سايبها لي دي انا هقتلها لك. بقول لك ايه؟ مانيش حمل الدلع الماسخ ده. مش مستحمل جنانك. سيبيني باللي انا فيه، انا امنتك امانه وامانه مش هينه، وانت موافقه يبقى تستحمليها بقى. الله. سلامك وانا مش هطيلك، سلام. ماشي يا خيل. ماشي.
اما وريتك يا جولي ما بقاش انا كوري. خد يا ابني اطلع. ايه جبتيها؟ الله انت تشتغلي في المرور يا حاج. شوف الرخص بتاعها، شوف الرخص. الاجراءات دي تعسفيه واحنا مش ممكن نقبل بيها حضره الضابط. يا حاج ايه يا حبيبي ايه انت بتأيد مش بتشتري، يعني ما تقعدش تحسس. الاجراء ده اتاخر قوي على فكره، المفروض حضرتك من اول يوم كنا نتحفظ على كل ممتلكاتك مع المتهمه، بس انت حظك حلو. نو بروبلم، الوضع ده مش هيستمر كتير. انا مش عارف يا عم انت ازاي تسمح لهم يعملوا كده عندك، انا ما حدش يقدر يعمل معايا كده. يعني كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت صعدت الموقف لاعلى المستويات، لكن الحمد لله انكم ادركتم خطوره الموقف ومحدش قدر يمارس الاجراءات دي معايا. انت من الدرجه الاولى؟ نعم. انت من قرايب الدرجه الاولى للمتهمه؟ لا. طيب احنا بقى بنتعامل مع قرايب الدرجه الاولى بس، ممكن تسكت؟ لما حدش يقول لي اسكت. اسكت بقى يا طارق، اسكت بقى. عارف سعادتك دي لوحدها بكل اللي انتوا قاعدين تتفرجوا عليه. خد زيق وادعي لي. يخرب بيتك، شو قد ايه انت مهضومه. انتوا مش بتقولوا كده؟ اه يلا انا على الباب ونازل اهو. يلا مع السلامه. على فين؟ نازل. يعني ايه نازل؟ زهقت من القعده، فيها ايه؟ بعدين انت عارفه ان انا مش واخد على قعده البيت، واخد على الشغل. بعدين ده انا حتى لما كنت في ايام الدراسه كنت بصرف نفسي واشتغل. وهو الشغل المره دي بقى لبناني ولا ايه؟ لبناني هندي ايراني مالكيش فيه. وبعدين انا عايزك تفهمي حاجه، احنا متعودين ان احنا ما نخنقش على بعض، صح؟ عشان ايه؟ عشان احنا مش متجوزين، احنا يا دوب عايشين مع بعض. ها انت ليه عايزه تغير الموت؟ خلاص بقى خلاص. انا بحبك انت وعايزك تعرفي ان كل ده ولا حاجه، وهثبتلك ده في اقرب وقت. فك بقى، فك ورق العنب. ماشي يلا باي باي. توبوريني. اشرب يا ابن عمي شويه شوربه، مش هقول لك بقى اشرب. ان شاء الله انا يا صاحبي. مش كانت المستشفى احلى؟ كل يوم بتشوف ناس وناس في ناس، بدل ما تشوف السحنة المصرية ديت. ما بطيقش أم المستشفيات يا واد يا سوكا، لا بطيق ريحتها ولا أكلها، بحس إن روحي بتطلع جدع. إزاي بقى يا صاحبي؟ أمال مين هيغير لك على الجرح ويكشف عليك؟ ده جرح كبير يا صاحبي مش قليل. يا عم انزل استقضالي أي حكيم ولا تمرجي من على الناصية كده المستوصف اللي هناك ده، مش كيميا يعني. بصراحة كباكي الواد نسر كلمني وقال لي تعالى اعمل فرح اخته هديه، بس انا صاحبي مش هقول لك كشمت لهم. اه والله انت بتضحك على ايه؟ بقول لك كشمت لهم وهم كبروا لي يا صاحبي، وقالين هنأجل الفرح لغايه ما كباكي يقوم بالسلامه. انت عبيط يا سوكا، انت عبيط. ما تنزل يا تغني وتشوف اكل عيش، لو انت هتفضل لازق لنا 24 ساعه انزل يا اخفي من وشي ساعتين ثلاثه، وبالمره تجيب لنا مصاريف الاكل والشرب لحد ما اقف على رجلي. لا يمكن. ايه لا يمكن يا كباكي، انا غني وانت بالحاله دي لا يمكن. اول ما تخف ان شاء الله ابقى ابتدي اغني. ما تنشف ياض في ايه يعني؟ وانا مراتك وقاعده حامل في ايه؟ ما تنزل تغني. هات البتاعه دي. اتفضل. بس ما تنساش بس تستقضلي اي حكيم ولا تمرجي عشان حاسس ان الجرح عفن. لا ما انا مش هبيع بنتي، بس انا كمان لازم اشتري الناس اللي عمرهم ما حسسوني غير ان انا واحده منهم، ما لاش حته شغال. بس انت ما تعرفيش نجوان متورطه في ايه، ولو الحكومه وصلت لهم ممكن يكون وضعها ايه. يا لهوي، وهي نجوان الغلبانه دي هتتورط في ايه؟ ده لولا شك تعبان ده اللي اسمه مروان اللي قاعد يزن على ودانها لحد ما غواها وخطفها معاه. وهي حبت انا وامها، الطمع مع قلبها قتل على ابوها، ما يملاش عينها غير التراب. أنا بنتي ما تعملش حاجة وحشة أبدا، أيوه أنا اللي مربياها. أنا اترجيت أستاذ أبو طالب بيه، قلت له ما تأذيهاش، قال لي طمني أنت سؤال مش هنأذيها، الراجل ده أنا معاشرها من سنين. هو صحيح يعني ما بيسيبش إزازة المنكر من إيده، بس راجل حقاني. أي والله العظيم أحسن من ناس كتير جدا قاعدين على السجادة. ما جرى إيه يا ست هاجر؟ هنفتح اوضه التمريض ملجا للفراشات ولا ايه؟ الحاجه انتصار قريبتي، وتقعد معايا في المكان اللي انا قاعده فيه ان شاء الله في اوضه المدير. طول ما انت لسانك طويل كده عمرك ما هتتثبتي. والله بقى انا اتثبت بشغلي مش بالهق والماء اللي بيعملوه بقيه الممرضات. خلاص
خلاص يا ست هاك، انا همشي عشان ما اجيب لك شي الكلام. انا اسفه يا ست الحكيم، بس اصل انا والله كنت تعبان، لولاش قبل هاجر خدتني هنا عشان ارتاح شوي، وانا خلاص بقيت كويس. بعد اذنكم اتفضلي. استغفر الله العظيم يا رب. معلش يا هايدي، شدي حيلك واستحملي شويه. انا مش قادره يا نادر، مش قادره خلاص، انا بنهار بجد. انا بعد الصدمه اللي اتصدمتها كان المفروض اسافر في حته، اقعد في اوتيل، في سناتوريوم، اعمل نقاهه لغايه ما ارتاح واهدى. انما انت مش متخيل الوضع اللي انا فيه، انت مش متخيل انا عايشه فين ومع مين. دي زريبه يا نادر، ولا لا الزريبه ارحم حتى. عارف وفاهم وحاسس بيك يا هايدي، بس للاسف. ما تديني ميعاد يا نادر، مفيش حاجة اسمها استحملي وخلاص. قولي استحمل قد ايه، اسبوع، اتنين، تلاتة، شهر، فهمني القضية دي ماشية ازاي وانا هاخد براءتي امتى. انا ما عملتش حاجة تستاهل كل ده يا نادر. ايوه هايدي، بس القضية محتاجة شوية وقت. وقت يعني ايه؟ ما تتكلم كلام محدد. انا بدفع لك فلوس يا نادر عشان انت المحامي بتاعي والمفروض تفهمني اللي بيحصل، مش تعاملني زي العيلة الصغيرة وتخبي عني كل حاجة. طبعا حقك، ولو هيريحك انك تعرفي الوضع بالظبط فانا بقولك تعايشي تماما مع الوضع الجديد اللي عندك، لانك محتاجه معجزه من السماء يا هايدي. علشان تاخدي حكم مخفف، ده القانون. حكم المخفف ده بقى مش شهر ولا اتنين ولا عشرين، لا ده سنين. وبناء عليه بقولك تكيفي تماما مع الوضع الجديد اللي انت عايشه فيه، واللي ممكن يستمر لفتره طويله يا هايدي. فتره ممكن تنسيكي اصلا وضعك القديم، فهمتيني هايدي؟ انا مش ساكت، انا ماشي في كل الاتجاهات وبعمل مجهود خرافي علشان اخلصك من الوضع السيء اللي انت فيه، والوضع الاسوأ اللي مستنيكي اللي هو السجن. هو ده الوضع الكامل يا هايدي اللي انا باخد منك فلوس عشان اقوله لك. الو الو هايدي، الو لا طبعا في مشكله. اول حاجه كان في خطوره على حياه صاحبك، تاني حاجه انتوا ما دفعتوش اصلا فلوس المستشفى، تالت حاجه بقى اخدت الكرسي بتاع العيانين، وده في موظف مدي عليه عهده يعني ممكن يدفع ثمنه. انا مش فاهمه بس انتوا عملتوا كده ازاي. واحده واحده بس يا ملك الرحمه، انت اول حاجه كباكي ما فيش خطر على حياته، ده واد بسبعه ارواح، وتاني حاجه دي مستشفى حكوميه، هدفع لك الفلوس كلها على دائره تعريفه، وبالنسبه للكرسي هجيبه لك وعنايه الاثنين، وفي بوسه حنك كمان. بس يعني يعني ايوه حاجه كده لمؤاخذه كده، في سؤال سئيل يعني عايز اقوله لك. قول يا عم السئيل. في الاخر كده انت عارفه ان ابراهيم من ساعه ما خرج من المستشفى ما حدش غير له على الجرح، لا على الحقن اي حد اديها له، وانا ممكن اديها له بس يعني مش اي حد غير له على الجرح وانت عارفه. ايوه بس دي ما فيهاش رزاله ولا حاجه، ده شغلي عادي يعني. ما هو في مشكله تانية يا ابله. ايه بقى؟ ابراهيم ساكن فوق السطح وفي اوضه من الاخر كده عزبنجي لوحده، قاعد لوحده يعني. اه افلام عربي بقى، واروح ما الاقيش اصلا ولا في ابراهيم ولا جرح، واقول لك هو فين تقول لي راح مشوار والكلام الفاضي ده. صح اخص عليك يا ابله، ايه الافلام اللي انت اللي بتقوليها ديت؟ ده لو كعب رجلك بان اغطيهولك ان شاء الله قطع حته من جسمي. ما تعرفيش مين سكر حلواني، الجدعانه، الشهامه، الطرب الاصيل. خلاص يا عم مش قوي كده، ما كانش قصدي. وعلى العموم انا هاخد امي معانا، مع ان امي ما تنفعش تطلع السلم، دي ست كبيره، بس هاخدها عشان انت ما تزعليش. اقول لك حاجه، امي دي ست طيبه جدا جدا جدا، كل المنطقه بتحبها. اقول لك حاجه، اي سر عندك قوله لها، لا يمكن تطلعه ابدا. دقيقه واحده بس، ام سوكا يا عسل، الام المثاليه ام سوكا، حبيب قلبي، وحشاني يا ام. مين يا واد البت اللي انت جايبها في ايدك دي، حتى الاحمر والاخضر ولابسالي الشيء الفلاني؟ اما دي قبل هجر جايه لابراهيم تغير له على الجرح. تغير له.